السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ابو الصحاب، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. ومعنا السي اسامه والسي حمزه. ايوا جديد ليه جده والبالي لا تورط فيه. ايه نعم سيدي، خلي معكم حمزه ونكمل انا. السلام عليكم تتبع كانك رجا كيدير لاباس بخير كلشي مزيان ان شاء الله. نمشيو نطلعوا للطوطان نفخروا ويدير ما نمشيو حالات ان شاء الله. اسامه فين هادشي؟ فهاد الشيء وصافي تمشي شحال من بنت. سمعوا الرجوله، سمعوا طلق انت يا اختي يحفظك. وسما فين هادي؟ فين زوين؟ فين زوين؟ فين اللي زوين؟ هذا خي هذا زوينه. يلا جي باش تطلع معايا. يلا اش غادي نديو غير واحد البومبه هنا حدانا باش نفخوا له الرويضه، حيت هذا الموطور غادي يتباع وغادي نقولوا ليه باي باي، وغادي يبقى غير هذا مع السي حمزه، وهذا اخر سوقه غادي يسوق اللي غادي تكون هي دابا معايا انايا. يلا اسامه يكون يطلع من يمشي معايا اسامه ان شاء الله. كاو قدامي هنايا ما نخافش عليه. اسامه قول لهم باي باي. باي باي. يلا انا نديرو فن اسامه. ايه يلا عاودوا. السلام عليكم ورحمه الله. بينك تنقلي باينه كتنقلي. ما نقلتش باينه كتنقلي. لا ما كنقلتش. بلاتي نشوف شنو كيدير هذا هنايا حاطه هذيك الحطه. اوكي ها كتفرج في واحد الفيلم. فيلم واش فيلم ولا نقله؟ لا انا كنتفرج في فيلم، تبع واحد الفيلم في رمضان واعر. شنو سميتو؟ نقولوا مكتوب واعر عجبني. داكشي اللي مكتوب عليكم راه واعر. كيعجبني داك المسلسل. شنو كديري يا استاذ وفاء هنا؟ شي باش انا كندير بحال هكا دابا الشغل، كنت ما فيك حتى التليفون كنبقى نتفرج. هذا كما كتشوفوا صباح الخير عليكم متابعين ديالنا. كبقيتو ديك الانسات راسها بقات كبقيتو لاباس عليكم، تتكون في احسن الاحوال ان شاء الله رب العالمين. تما كتشد هذا الفيديو كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الفطور اللي بلا ثمره، بلا ما تعجني، بلا ما تخمري، بلا ما ديري حتى شي حاجه. اليوم ان شاء الله غندير واحد الديكيش بلا عجينه بلا ثمره بلا حتى شي حاجه. واعرين بالدعاء غديريهم ولا شنو؟ ندير بالدعاء كلنا الزيت دينا خوتي. إلا كانوا لي كيش في الأرض يطلعوا وإلا كانوا في السماء يهبطوا. عافاك ربي عافاك. المهم أخوتي كما كتشوفوا دابا إن شاء الله غنوريكم الحشوة اللي دات. صافي غندير غير الحشوة، ما غندير لا عجينة لا والو. هبطوا يعني غديري الحشوة غناكلوها بالخبز وصافي. هذا هما لي كيش ديالي. الله يعطيك السر، غدير لي خبز ماشي لي كيش. أنا تما أخوتي في الحشوة درت أنا، والحشوة كتقدر نتوما ديروا اللي يعجبكم. بغيتو تعمروها بالحوت، بغيتو تعمروها بالكفتة. أنا دابا خلطت، درت شويه ديال اللدان، درت شويه ديال الخيزو محكوك. المهم العطريه غادي نخليها بلاتي وغنوريها لكم. ها انتم اللدان، خيزو محكوك، الزيتون، بصله وفلفله، صافي. ودرت شويه ديال الثومه، شويه ديال الشاونيه، شويه السودانيه. ها هي فين راها؟ ها الدراري ما تياكلوهاش. شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الزعتر. دابا غنزيد شي شويه ديال المعدنوس. ديما تخسرها فاش كنوري لكم، فاش نمشي لهنا نجيبو وعاد باش نقطعو. كنجيبو خير الله كنديرو اللي كيبغي كيتسالى لنا. دابا خصنا باش نمشي نجيب هاد المعدنوس ونزيدو على هاد الحشوه هادي، وما نزيدو حتى التالي باش كيجي باين. خوتي كيما كتشوفو دابا بديت كندير هادو شويه في الزبده، حيت ندير لهم شويه ديال الطحين. وهادي العمارة راها كطيب، راها كطيب بزاف. ها هي العمارة. والله ما كرهت اخوتي نجي لهاد الطبيعه هادي هنا، وني الساعه المغرب تيجي مع الظلمه نحط هنا نفطر هنا واحد الجلسه هنا يا خوتي في النار مع الشمس. دابا غدا كتهبط قرب العصر والدن، وندش هاد المعدنوس هنا كما كتشوفوا. شوفوا بركه ليا حق غادي ندير حتى طرطيه. ياك نديكم طرطيه ولا بلاش؟ ندير لنا طرطيه. بلاش لا مزيانه لا بلاش. قلت لك مزيانه طرطيه. شكا ما ترمنضنتي عليا هاد الصباح النهار ادي فاشل فاشل. ما قادش ترمنضن تمرض ترمنضن. ما قادش انا درك يا حقاش. اليوم شويه سخون الحال، اليوم السبت عطيو اليوم سخون الحال. غدا قال تكون حراره اكثر عاوتاني. الله يرحمنا. امين يا رب يرحمنا يا ربي. عطيه بشحال هذا ما سمعنا كتقرا لنا شي ايه قرانيه؟ اه نقراوها والله. عرفتي كنعقل واحد العام ايوب يلا غادي نديرو واحد درنا الروتين ديال رمضان، وجلس هنايا واحد على بيسين. عرفتي باش كنا كنعمرو على بيسين كنعمر غير النص بقيتي كتعمر. مع الحراره جات ديك العام، واحد العام جاب بالصهد وكنا كنعمروا لابيسين. عطي ايوب يلا كنهبط كنعوم الاخر وكنطلع نفطر. جلس هبط مشى عام وطلع قال لك النهار اللي حتينا ايوب لابيسين تعقل. والله ما ننساك. دابا نرد لك شي نهار ان شاء الله. ان شاء الله دابا نرد لك شي نهار ان شاء الله في ساعه الخير، نغفر خويا ونزبطك. المشكل دابا انت كتعرف تعوم.
انت كتعرف تعوم؟ انا كنعرف نعوم. وين زويت عندك شي حاجه باش تبقى تغوت؟ قلت لي احسن. لا 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 حاش اخوتي تبارك الله بطاطا كي ولات. قلت لك غادي نطحن هذا كامل باش كنزمنه شويه بشويه مابقاش كل ساعه ولا كنخلص غير شي معايا. لا لا كاع مشيش عطي ايوب شوفوا ايوب تبغى تهضر مرخي ومدقداق ان شاء الله مور الفطور ان شاء الله اخوتي غادي نصوروا لكم بحال يقول يرزق كيضحكي بوحده ان شاء الله اليوم تدخل معايا الكوزينه. دخل معاك الكوزينه؟ ايه تصرف هنا شوف ايوب خارج شوف الكوزينه هنا هو هارب ليه دخل مرحبا بيه ايوا شرف ايه انا بعيد كل اللي بوعد الكوزينه ايه ما كاينش الكوزينه كاع ما حطوكش شي وات. ودابا البنات كما كتشوفوها نتوما بعد ما بردات لي هاد العماره هادي شتو درت فيها لدان الزيتون خيزو البصله الفلفله المعدنوس الثومه البزار خرقوم ماشي خرقوم سميتو الشاونيه وشت السودانيه صافي هادشي اللي درتو الكمون بحال هكا وشت الملح. دابا نتوما شتو دهنت هادو بالزبده كما كيبان لكم درتهم كاملين بالزبده وغادي ندير فيه درت فيهم شويه الطحين باش ما يلصقوليش. ودابا غادي نعمرهم بهاد العماره هادي غنديرهم كاملين هنا غادي نعمرهم. هانتوما خوتي كما كتشوفوا بعد ما عمرت هادو تبارك الله جبت العمارة نيشان ما نسقت ما نقص ما حتى شي حاجة ما زدت حتى شي حاجة. شوفوا هاهما هادو عمرتهم هادو كاملين هنايا. بالنسبة لهاداك السائل اللي غندير لهم هنا من الفوق غنحتاج الطحين البيض الحليب هنا درت شوية ديال الفرماج حمر وشوية الشاونية شوية ديال الملحة وشوية الزعتر صافي هادشي اللي غندير. دابا غنطحن هادشي كامل اخوتي غندير البيض بحال هكا غندير البيض كامل كتجي زويونه لذيذه. هذه تقدري ديريهم صغار تقدري ديريها كبيره كتجي واعره بحال هكا. وغنضيف هذا الحليب هكا بحال هكا اخوتي غنطحن هادشي بعدا مزيان حقا وخماره نسيت خماره وخماره كما كتشوفوا هكا خماره حمراء كيكه مالحه وصافي. دابا غنطحن هادشي هنايا مزيان وعاد غنلوح الطحين بسم الله. هانتوما خوتي كما كتشوفوا شوفوا كيفاش يطحن هادشي كيجاجا بحال هكا. شوفوا نقول واحد القضيه تقدروا ديروا الشاونيه تقدروا تخليوه ما ديروش الشاونيه ديروا غير الملحه ما ديروش الزعتر يعني داك الشيء الاضافات اللي ضفت انا هنايا غير الملحه بغيتي ديروهم ديروهم بغيتي ما ديروهمش يعني عادي يعني ما تكونش شي تاثير على هادي من ضروري خص يكون غير البيض والطحين والخمارات. هانتوما خوتي شوفوا دابا هاد ندير معلقه ديال الطحين ديال الفرص انا هنا مخلطه الفرص مزيان مع الفرص ديال الدار طحين الدار صافي. نشوف بعدا نطحن نشوف بعدا شي شنو غيدير ونرجع لكم. شوفوا انا الصراحه درت دوك ثلاثه ديال المعالق درتهم في الاول جاتني العجينه مازالت ثقيله يعني زدت انا مازال نقول زدت شي جوج معالق ولا هذا حيت انا عندي فرص الحرش وفرص الرطب. وانتم قدر شوفوا هانتوما ضروري خصكم تحصلوا بحال هكا شوف يجيكم بحال هكا يجيكم شويه ثقيل يعني كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. انت كديري الطحين وانت كتشوفي يعني عينك ميزانك ما نقدرش نقولك بالضبط ثلاثه يعني يقدر يكون ناقصين يكون نقولك ثلاثه يقدر انت يكفيوك غير جوج. المهم انت ضروري شوفي. دابا شتي كما كيكونوا واجدين بحال هكا الطحين غندير لها نديرو هنا بسم الله شوف بحال هكا نحركو شويه هكا باش كيدخل الجناب كاملين يجي لي كيش بلا لي كيش يجي كيش بلا طحين بلا عجينه. ها انتم اخوتي ها الحداقه شوفوا لي الحداقه ركزوا لي على الحداقه كنضحك معكم. شوفوا تبارك الله كيفاش جاوا زويونين. انا هنا زوقتهم شويه ديال المعدنوس على حسب خالتي فاطمه وخلي الحاج ما تجيبوش الفرماج يعني انتم عندكم حريه باش تزوقوهم من الفوق بغيتو ديروا المعدنوس بغيتو ديروا اللي بغيتو. تعطلتي عليا السي ايوب تعطلتي عليا باش نصور انت اختي صوري معاك. ها انتما خوتي كيجيو زويونين. دابا ان شاء الله شوف هذه الوحيده هذه اللي بقات مهزوزه اللي مابغاش تدخل مابغاش الولد الحرام يديروا لها بلاصه حداهم ماشي مشكل معليش دابا غنديهم باش راه فيها بك ما تخافش ما تخافش اي دابا خوتي انا في الكاميرا كنصور مانويال واخا كتبان بالظلم واخا بك كتبان بالظلم ما الشعام وراه قلت لكم كنصور مانويال ووفاء كتبغي شي مره دير بحال تصور مانويال ساعه كتبز ليا العين نقول صور غير اوتوماتيك ايوا انتما صافي هاك اجاج دابا غندير الحشوه ديالي باش يطيبوا ديهم اختي. وقلتي اش كيجاوبك ايوب؟ اه قلتي اش كيجاوبك؟ جاوني راه جاي غندير لك صلاه خوي وغندير لك طرطيه فهمتي؟ تختك تجيب لنا خبز الدوزام تقرا الخبز الدوزام اه واحد مزرب مو طالع مشي يجيب لنا خبز ديال الدوزام.
هالتي يجاو جاو زوينين دابا هاد تحمروا مزيان سخونين بردوا شويه صافي دابا درنا هادو نديروا حتى الطرطيه ان شاء الله تي غنديروا هنا في الفران وهانتما معنا خوتي وانتما كما كتشوفوا اختي نوال اش كديري نوال هنايا ندير لنا سلطه فخوي كنقطعها سلطه فخوي سلطه فخوي اه باوي باوي سلطه فخوي تي فوا غادي نقطع معها السيله نقطع معها وما تيقولوا لها سلطه فخوي شنو نقولها سلطه ديال الديسير اللي كان اللي قلتيها جات معاك المهم باش كتعجبني انا هو الاناقه والجمال في الطبله شوف حط داكشي بالعبار داكشي جنين انتك واحد الجوج هي تتمشي تشوف علاش راه مدار هذوك الجوج غير بلاتي انا جايكم المشاهدين انا جايكم المشاهدين غادي نوريكم دوك الجوج غادي نبرعكم فيهم بالصباح هما بعدا وفاء بالصباح هي كتصنطح عليكم بلاتي انا جاي لكم المشاهدين الكرام الاحباب والصحاب ديالنا كما كتشوفوا كما كتشوفوا كما كتشوفوا كتشاهدوا هاد الاستاذه الفاضله من الصباح وهي كتقول لكم اليوم جبت لكم واحد الوصفه ما غديروا لا عجينه لا هذيك قلت لها غير بالدعاء وفعلا درتها غير بالدعاء ولكن المشكل فين كاين هو سيداتي وسادتي ملي كتشديها وكتبغي تخرجيها من هاد الشيء ما كتبغيش خصك تاكليها هنا شم الريحه شم الريحه بقات في الريحه خرجيها المشاهدين ديالنا كما كتشوفوا بعد واحد الدقيقه وصفه شفتها في اليوتيوب نقول معكم الصراحه الوصفه شفتها في اليوتيوب بغيت نديرها درت داكشي اللي دارت ديك الاخت بقات لياش قلت لي لا صدقات هي هذيك ما صدقات الا صدقات ديالها ما صدقاتش غنوري لكم واش حنا اصلا كنشاركوا معكم اي حاجه شوف اخوتي ها انتما درتها فوق قطاب لتحت انا بقى لاصق هادو اخوتي الوالده هادو راه جبداتهم الوالده بمشقه الانفس من الصباح هي كتلعب معاهم بلاتي غير بلاتي ها انتما غندير بحال هكا شوف حتى حاجه ما صعيبه ها وعاودي عمري نديرهم هكا ها انتما خوتي حتى حاجه والو ما يضيع حنا ديما انا ديما كلشي كيصدق لنا مره مره يصور تيخسر المهم غير هو خوتي تصنطيه بعدين ما تصنطحتش انا السلام عليكم كيف كيفاش غادي ديروا واحد لي كيش بلا ما تعجنوا بلا ما تصبنوا بلا ما تخملوا بلا ما تجلسوا بلا ما توقفوا غير نمضوا عليكم وقولوا شبيك لبيك شوفوا شوفوا ما صدقتكمش وغادي يخرج الكيش لا تشوفوا انت ما صدقتكمش بحال هكا جبدوهم ودير لهم بحال هكا كما كندير والله الا واش هاد الصور اللي غنوريكم دابا انا غتصدق لي وغندخلهم يتحمروا كما من فوق انا اللي فهمت انا اللي فهمت من هذا الشيء هذا من خلال داك الشيء اللي شفت وفاء كدير هو هاد الشيء هذا اللي دارت الفوق ديروه لتحت وداك الشيء اللي دارت لتحت ديروه الفوق سمعتينا كنهضروا باش داك الشيء ما يلصقش باش داك الشيء ما يلصقش بقات في الريحه كتخرجي لنا من هنا الوالده راه كيلعبي شي جبيه من الصباح وهي كاسه معاهم بواحد لا غادي نخرجوهم وردوا مزيان تحمروا شي من الفوق صافي بحال هكا تاكلوهم بعدا كلشي يتعجن ايوا الوالد دابا قبيله باش طليت عليهم قلت لهم غادي يلصقوا ويجريو عليا ايوا دابا دابا ياك ما نوال ضرباتكم بالعين لا والعين ولا عادوا لا والعينتكم شنو هو باش كتبغي تسبي شي حاجه ما صدقات لها شوفوا هو داك عندهم الى انا فاطمه ايوا بس اللي باغي يسولك الخاتي هاتمك طيار الله يخدم شي انا وياك وبلاتي نوريكم واحد الحاجه جيبوا دور انا بيك خليو كيصور كي شحمق العبوزه هي اللي تسوي على الصوت لقيت لها ما نجاوبوش وفاء وصاتني قالت لي عافاك سير جيب لي الخبز ديال دوزيم واش من جديد دوزيم مشيت نقلب على الخبز ديال دوزيم قالوا لي راه ما بقاش وعطاوني هذا قالوا لي الا ما عجبكش ديروه في الاخر بلاصه الكروشي وعلق راسك وتعلق فيها واش ولا تحزن بعدا شوفوا انتم اس زعما تا الرمضان عاد سيقي قد انا شنو كديرش ليا بهاد العاده اس هادي هذاك الكروشي فين كاع علقوا الحولي اللي علقني انا قاعد نقول السلام السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي تحيه لكم كاملين الله يسهل اموركم ومبروك عواشركم صوموا وتعاودوا باش تمنيتوا ان شاء الله الصحيحه والسعاده والهنا وراحه البال والله يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال يا ربي امين تقبل منا الصيام والصلاه يا ربي تقبل منا هادشي ديالنا يا ربي ورا ضروري ياكلوا تاتي احنا قابلين منكم داكشي احنا ما عندناش مشكل زيد حمزه عين عين انت دابا ها نتوما دابا هي دايره من هنا وهنا ها راه مزيانه ها المهم راه دايزه ماشي تعجنت كاع ولا خاصها تحمر شويه هنا تحمر شويه صافي اختي ماما دابا العجينه ما وصلتش هنا الصراحه خص شويه العجينه الفوق وشويه لتحت ها تي واحد خاصهم يتحمروا تي وليو عرفتي تي واحد العجينه درناها واحد العماره درتها على تربط الضحك الدار عرفتي عرفتي درت واحد العماره وقديت لها داك الشيء عرفتي من القلب قديت داك الشيء ديال مصر شاف لا دابا خلاص كما كتشوفوا راه عرفتي راهم مليين بزاف لدرجه عرفتي الطبيب ديالنا تبارك الله الدكتور ديالنا عرفتي راه ما نعاود لكمش شو دقات القلب واش غادي لا خصك تلمو القلب
صافي خدنا بقيتي هادوك كيش دابا هادوك لي كيش دابا لي كيش هادو لي كوش هادو ماشي لي كيش لي كوش عرفتي واش جيتي تساليهم معايا اش غاديرهم قالك كنتي دايرهم معايا شوف عاير واش نوريهم شويه تيبقاو يعمروا تيصلحوا الجرة شوف فيا راه عطيتك نص ضع يدك واحد الاخر دا والله الا لا لدان لدان ولكن من قلتيهم هذا واحد الاخت سمحي لنا اختي زعما بلا ما سمحي لكش هذا وعرفتي راه ما عرفتش شحال جاب داك الفيديو تي 200 خرجت على 200 ألف واحد شوف اخوتي اللي ما شافت معاكم نصفة والله الا لا ساهله زعما ساهله اجي واش هادو هما اللي تيديروا دوك العناوين ديال بلا ما تعجني بلا ما تصبر ومادو وكتي وي وي بلا عجينه قال انا غير كندخل كنقرا كنديك العناوين بلا ما تعجني بلا ما تعجني بلا ما تصبني بلا ما تخبزي بلا ما توقفي بلا ما تجلسي بلا ما تعجني بلا ما تدلكي واحد الناس زعما تقلبوا السكوته بدون فرما بدون بدون دلك بدون عجينه بدون دانون بدون بدون بيض قلنا باش هاد المسكوته بالدعاء غادي توافق ديري هادو راه ساهلين قلت لها راه ساهلين راه ضغيت العملية خطيرة هاد شكي بلد تحت مصارن مصارن ايه شتي الشيء عنده لاكوت عنده قول الحم قول الحم قول الحمة السيدة واش عائلته برا نقول عائلته ما تقلقش لا عائلته خرجوا كاع ملي شافوا هاد المنظر واش باغي يجي شتي كان على موت غيموت اه ديروا مصارن عين 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 نقلبوا نشوفوا الجيرة الاخرى عاد شوفوا الجيرة اه شوفي الجيرة الاخرى عندك تعبزر وداك لا 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 مسح 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 راني راقد ندير واحد الباس عندك وتاكلهم المهم ترى كاينه انا غادي نفش لا لا وافق شي ولد كاين وغندوق ما نعرف صافي صافي هاي اللي وافق اللي تقول لهم لي كلام يموتوا لي كلام اه صافي صافي بقاو مصارنوا هنا ودير غادي نغطوهم الغراز 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 هذاك الشيء الغراز دابا شنو ندير الطف هذا شنو ندير له هذاك رميه راه خطا طبي عينه وبعي وقدم عينه تنجبدهم ولا مزيانين اه خلاص الدكتوره ديالنا هذه هذه اختصاصيه لا راه هذوك انا والله الا جبتهم زوين غادي ينقاد المواقف اختصاصيه في الصلحه هذيك كنعطيها سكي الدوري بها كامله عاد ديك الساعه فهمتي فهمتي انت ما طبيبه ما وحيدي من هنا هذيك خرجتو عليها والله هذه البروفيسور جات البروفيسور خرجتو عليها هذيك والله دخلها البروفيسور خرجنا عليها هذه شوف شوف صافي قيدوا لها خطا طبي قيدوا لها خطا طبي السيد عندهم صار نخلاو خلاو في داكشي تافات فيه الفوت ديرها بحال هادي دابا شتيها هي وهداك الشيء تافات فيه الفوت اخاتي عاد السيد هادي بعدا مقاد ها السيد راه تافات فيه الفوت فات فيه الفوت فوت وهادي عجبتو بها هادي شفتو معايا اخوتي هادي هي الوصفه اللي قلت لكم مرسيطة حرشيطة بمرسيطة كيما هكا بنتي حرشيطة بمرسيطة هذه السميه اللي دارت لها وفاء جديدة الله يخرجها كتبي لنا وصفة وصاش غادي لنا الحرشة بمرسيطة هذه ما كاين ما احسن منها هذه هنايا مرسيطة اخوتي كنقويو كنديروها كثير انيس كنديروا الغطا ديال مرسيطة كتغسليها مزيان وطحنيها وكنديروا الطحين وغادي نطحن مرسيطة ونرجع معاكم بعد ما طحنتيها كتصلح حتى الوجه هادي انا والو باش تصلح الوجه تخرج على عيب الله وتعسك ما كتصلح لا الوجه لا والو راه انت كذب عليك تصلح الوجه غنديرو كاس ديال الزيت البلديه اييه نديرو مليحه مليحه اه ملحه هادي راه عارفين ولا سكر حتى جوج لا ملحه شتي هذا بغا يدير لكم بحال هذيك الوصفه اللي بغا يغلطكم صافي تخلطي داك الشيء وشنو غتزيدي غادي نزيد هاك راك حليه حليه حمزه هذيك الخميره هاك ها انا كديرو غير معلقه صغيره اللي عندها الوصفه عصريا ما تبغيش تلم انا واش دوبيا في لي كومونت حتى راه عندها لا والله غير كلشي تبارك الله داكشي مجهد زعني دافع علينا كبير لا 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 والله الا وانت حسك دابا ما كتنسى بزاف كل مره كتقول لك حتى تبدا كتقول لك واه نزيد ما تجيب عندناش ناقص كاع هذوك الوصفات ديالك مازال اليوم مسعف حمزه تيقول لي والله انا ماشي ما نجي وراك انا كان باقي صغير تيضرب هذا الجبل تيقول له الزبل والله ما نسي انا نزي بارك انا والله ما نسي نزي بارك صافي موراها وتشديها وديها تما دابا غادي نوريكم كيفاش كتجي في الطريقه ديالها غادي ندير لها الماء زين عمر
قلت هذه كتجي قاصحه هذه انيتي غير ديك اللي خلطت فيها داك كتجي قاصحه حقاش الطحين وما كتبغيش تليك والطحين اللي درتي واش طحين رطب ولا الطحين ديال الزرع ديال الدار الطحين ديال الزرع والبنات ديروا نتوما الفورس الفورس الحرش الفورس الحرش راه داير بحال هذا والسميده انا ماما تتعجبها بالسميده انا الصراحه تتعجبني هكا كديرها امي لالا وخالتي ربيعه مرت خالي حميد تحيه كبيره ليهم بحال هكا هادشي قاصحه نزيدو واحد شويه صافي وكتعجني داكشي مزيان وكتقلبيه تما كتقلبيه هكا كدير لها امي لالا صافي اخوتي انتما تشدوها بحال هكا وتهزوها غطوها فهاد البلاصه هادي هنايا وغتعبزوها مور ما غادي تعبز كما كتعبز انا وانا بحال هكايا غتشعلوا البوطه وغادي تحطوها فوق البوطه يا صافي غتخليوها طيب صافي هي ولات عندكم حرشيطه ولا حرشه مرصيطه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. ايه واش شتي دابا علاش مزروب باش يمشي يلعب قالك في الموطور واش دابا هذاك دابا قد تقد اللعب شنو عنده الولد ما شحال في عمره شي يخرج بالموطور يلعب في الموطور قال ما تمشيش تلعب بغى يمشي كابري زعما وداك الشيء كابري كابري واش كان كابري بالموطور انا صافي كابري بالموطور دابا راه قلت له راه جبتو غير الدرع باش يصور لكم هذا القدر صافي انتوما كتخليوها هكا وكادي ما كتبغيش تشد ليك ولا دلكتيها غادي تجيك مدقصه هذه هي الطريقه وغادي ندردر لها شويه ديال الطحين من الفوق وغادي نكمل هكا نيس بهذه الطريقه هكا غادي نسرحها مزيان وخلاص ديك الثقيبه في الوسط راكم عارفينها صافي تشوفوها كي جات طيبوا التالي ونرجع معكم ونوريكم كيفاش رفسوا مرحبا انتم كما كتشوفوا صرات خوي والوالده بقوه الصيام تلفات وقالت لي علاش انا ولا مشيت للكوزينه ما راضيه شنو مشات تجي اه هي حرشيطه ها هي حرشيطه كما كتشوفوا نديروا لها بحال هكا ونديروا لها هكا ترفسيها اه ترفسيها مع الزيت اه غادي نرفسوها مع الزيت البلديه وخلاص الطبيله ها هي انت شنو قلتي اه بدون دلك بدون عجن بدون رفس فقط بالتعباز نديروا لها واحد شويه ديال الزيت والوالده مشات تجيب التمر وي هاد الشباك يلقى صحه الطرف انا فاش كنا تنصوبوا جوج اه راه حمد حمد ديك الكرتون ولا جاب هذه السويله والديسير شوف انت هما هذوك ديالنا كي جاوك هادو ديالكم هادو اه غير قلبتوهم غير قلبتوهم داك الشيء باش جاوك لا زدنا حمرناهم من التحت اه ويني اهم حاجه الصراحه هي الخضره والديسير سمعت واحد الدكتوره اخصائيه قالتها اخي خو خيصا اخصاء خصيصائيه شنو قلتي انا اه وشحال لذيده هاد الحرشيطه بمرصيطه وشحال لذيده اه نتوما خوتي كديروا زويته بلديه هكا اه وما تخافوش الزيت البلديه راه صحيه تحت شعار راه صحيه وهذه خلاص شنو هي طرطيه طرطيه ما حرشيطه طرطيه زيد وجهك عليا مع التعزيز عليك يوم راه طلع حتى الحل باش يجيب الباكيط عليه طرا الطرطيه اه مشي البركه ديال شي خاطر الباكيط على والو الطرطيه الطرطيه هذه داروها بالفرماج الطرطيه بالفرماج هذه تتقطع طروفها هكا بالموس خليها تزيد شويه تقطع شويه لتحت هنا باش ندير هذا الشيء في حياتك هذه بلا فرماج هذه بلا فرماج سي دوماج بلا فرماج دابا وفاء واخ باش نتفاهموا دابا هذه سميتها طرطيه وهذه شنو سميتها سميتها قبل عليا وصافي ولا شنو هذه قبل عليا وهذه طرطيه ها انتما خوتي هاي هذه بسم الله هذه دارتها بالفرماج ايوا هذه وانا جابت لها واحد المويس هذه خلاص هنا دارت هذه قبل عليا حرشيطه الروز في صراد فخوي وصافي هذا الشيء اللي كاين ياك هذا الشيء اللي كاين وقبل علاش هي طيبه خوتي شكرا لكم بزاف وهنا خلاص نسيتي الروز اه وريتهم الروز راك لهم الروز وريتيهم الروز ايوا هادشي اللي كان اخوتي قبلوا عينات ايوا السلام عليكم صيفتي الضواق المضوق اللي كنضوق في هذا الميدان ديال التضواق المهم دابا غادي نضوق ان شاء الله هاد شنو سميتها قبلوا عليا قبلوا عليا الطوطيه هادي قبلوا عليا يا بسم الله كل واحد قطعها بالموس كيتشرطوا عليا قبلوا عليا وكيتشرطوا عليا بالفم ولا كون اكليتها هكاك هادي غاز نعجن بال بسم الله راه نقول لكم شنو كاين والله ما نكذب عليكم قلتو الصراحة والله العظيم الا زوين زوينة هي خصها اصلاح خصها اصلاح جات شوكة هي بالنسبة للناس اللي غادي يديروها اه بالنسبة للمذاق غادي تعجبكم في المذاق ولاني عولوا على اللصيق والترميم
ضروري اه ايوب ها آه. ما قدش انت يا تدير لا دابا هما داروا تصالات خويا ما بغاوها هكا مقرضه هو مسكين راه شارف ما عندوش سنان لا انا ما داروش اليوم العصير سولت على العصير قلت لهم العصير فهمت انا باغي نبرد هو مسكين ما عندوش سنينات جبت له فعادك تيوبا شويه لا سنان الحمد لله موجودين والله العظيم نطقوا هذا العصير هذا درتو لك بدانك والله غلا ما نطو كاملين طحنوا داكشي احقاش غادي ديز الكامل فيها السويله تمشي نصاب الاسامه مسكين حتى هو باغي كره اسامه شي وفاء بعد ما خرجتو تساليتو وفاء قتلتني بالقفاطن هاد اليامات كتخرج كتدخل كتجيب معاها القفاطن تعاود ثاني والله اخوتي كيعجبوني في التصوير تتشوفوها لابسه معاوتاني تتشوفوها لابسه باش لا ان شاء الله يا ربي امين واسامه مازال مع الطاكسي اسامه اجي ياك الطاكسي اجي اه اجي ياك الطاكسي شتي شتي شنو شرات لك ماما شتي شنو شرات لك ماما شنو هذاك شنو هذاك الضو نديرو في البيت عندك الفوق نديرو في البيت الفوق غديرو في البيت ديالك هذاك غادي يجي في بيتك زويون اسامه يلا غمض عينيك شوف هنا يا غمض عينيك لا غمض عينيك هالطاكسي طاكسي ديال بصح هذه طاكسي هذيك ديال بصح اه لك هالطاكس كامي هالطاكس شرمات يلا هانت دغيا تيهر دري لي قومي ما 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 دري لي قومي هذا لا عطي الولده ديما كتشري له ديما شي طيب هذا السيد عرفتي شحال هذه وساق لصف كتراك هذيك المره شريتي هو الطاكسي جبتو له داك الطوموبيل مع دابا طاكسي جاب واش بغيتي تقولي سيفور ميم ياك اه شتي هذه اللي بغيتي هذه اللي بغيتي جوج ما قلتش هذه عنيك هذه عنيك وفاء يلا باش ما نطولوش على المشاهدين ديالنا شنو غادي نقول لكم اخوتي حتى ما غادي نقول لكم هذا شاف خاطي فاطمه زوينين صغار غنديرهم ان شاء الله فين لقيناهم الناس فنيين نديرهم لكم هادو حسب قلبهم غيكونوا مفينين هادشي طواجنات اه هادو شنو غندير لكم وقف الفطور شتي تعجبوني الطواجن يكونوا بحال ديالهم فينين هكا مولس هذا جبنا واحد غارق وواحد ما غارقش شتي هادشي لقينا عندو الناس هادو شتي الطاجن دايما يكون ثقيل هذا راه ثقيل زيد شوف هذا كبير هذا شتي هذاك ثقيل شويه على هذا تال ده تال نعم تقارني. نديرهم في الماء نديرهم في الماء يشربوا الماء مزيان وعاد ندهنهم بالزيت ونحشيهم في الفران. كيجبدوا ان شاء الله. ودائما نديروا فيهم الشحمه هي الاولى وشويه الزيت الشحمه تطبخ فيهم. انا قال لي مول الطواجن واحد الخطره قال لي ديري فيهم الشحمه ورديهم يطبخوا. ان شاء الله. كيشربوا ذاك اللي دام كيجي جديد. طيب كتجي جديده. يلا اخوتي تال انا غادي نقول لكم السلام عليكم وطلعوا لي في راسكم ولا فيديو اخر ان شاء الله.